دعوه وعوه، شوفوا واسمعوا أجاب العجب يا ناس، الحاضر يعلم الغيب، أنا جاي ومعي صندوقي، والشاطر اللي بيعرف شو فيه وفيه وما فيه واللي فيه بكفيه. تعوا وعوا شوفوا واسمعوا، تعوا وعوا شوفوا واسمعوا، أجا أبو العجب يا ناس. مسرح صندوق العجب تأسس بال75 كأول فرقة مسرحية فلسطينية مستقلة ومتفرغة بشكل كامل ومحترف للعمل المسرحي. لليوم نسمع قصص وحكايات عن مسرح صندوق العجب. هذا الصندوق هو بجوز الخامس أو السادس من حيث تصنيعه والشغل عليه، عملته في 93. هو ومعظم الشخصيات هاي، لأن هالمسرحية كانت مستمدة من كليلة ودمنة، يعني هذه كانت البداية التسعينات حول صندوق العجب وتوظيفه واستخدامه، وكانت هي ولادة شخصية الحكواتي أبو العجب. كان أبو العجب مع صندوقه يطوف ويلف البلاد، هو يروي ويحكي الحكايات والقصص اللي مختارة من الماضي والحاضر واللي آت، فكان هو يعني يستقي ويأخذ القصص من حياته ويومياته، من بيئته، من وسطه. أبو العجب رغم كل المضايقات اللي بتحاصره وبتواجهه من أكثر من جهة ومن أكثر من جانب، لكن هو بيعمل قدر المستطاع إنه يوصل وين ما بيقدر، وهو بحب يوصل لكل الناس وبحب يقدم مظبوط الناس المحرومين والمهمشين والبعاد والمعزولين والمظلومين والفقراء والمساكين، هم الجمهور الأول بالنسبة لأبو العجب والصندوق. عادل الترتير، الفنان المسرحي والشخصية الرئيسية أبو العجب، لليوم مستمر وحيد وغير متنازل عن مشروع عمره. عشقي وحبي وشغفي وانتمائي من الطفولة لليوم، وأنا ملتصق تماماً، والمسرح هو جزء أساسي من حياتي. بنام وبقوم وبحلم ليل نهار في المسرح، وشغلي الشاغل على حساب كل القضايا التانية. صدقه وبعفويته وبلقائه المباشر والحي مع الناس، ولا يوم ممكن يموت. تمسك بصندوق العجب وشخصية أبو العجب، وكان قراره سليم، هو لليوم محبوب الأطفال بفلسطين. اليوم هنرافق عادل الترتير والمعروف بأبو العجب في زيارة للأطفال، ونرجع لأيام زمان والحكايات الجميلة. تعوا وعوا شوفوا واسمعوا، بقول أنا جاي ومعي صندوقي أبو العجب. عليكم نور، أنا اسمي أبو العجب، أنا حكواتي وصاحب صندوق عجب، وبدي أحكي لكم قصة صغيرة كتير من جوا الصندوق. النملة النمولة، تيريتان تيريتان، النملة راحت عالدكان، وتوتو توتو خلصت الحدوتو، وتوتو توتو خلصت الحدوتو. حلوة ولا مفتوتو؟ حلوة. يحلي أيامكم يا رب.